ما بتستعجبش لما مرة من المرات وانت بتصطاد تلاقي السمكة جاية من تحت دقنها، وما بتستعجبش برضو مرة من المرات لما تلاقي سمكة تجايبها من بره من عند الغطاء الخيشومي بتاعها او من ديلها او من جسم خارجيا؟ طب ليه الجلب بتاعك او السنار بتاعك بيخبط جسم السمكة من بره؟ هل ده مقصود ولا هل ده لسبب علمي ولا دي حاجة بتحصل بالصدفة؟ يلا نشوف. السبب الأكبر إن الأسماك بتيجي ملكوعة خارجيا هو حاجتين: إنها بتحمي منطقة النفوذ اللي عايشة فيها فبتضرب اللعف اللي موجود أو الطعم اللي موجود أو الكائن اللي موجود بيهدد المنطقة بتاعتها بالغطاء الخيشومي لأنه منطقة صلبة عندها منطقة قوية، أو منطقة الذيل عشان فيها تجمع للعضلات وفيها كمية عضلات كبيرة فبتضرب بيها الطعم بتاعها، فده سبب كبير إن السمكة تيجي ملكوعة من أماكن ديت. لكن في سبب أكبر وأهم وسبب علمي خطير جدا جدا وناس كتير ما تعرفوش. السبب ده هو الكيميكال سينسز اللي هي براعم التذوق عند الأسماك. براعم التذوق عند الأسماك متوزعة عند الأسماك خارجيا وداخليا، مش زي الإنسان. الإنسان فينا عنده براعم تذوق موجودة جوه التجويف الفمي، جوه الفم الإنسان في مؤخرة بتاعت اللسان، من خلالها الإنسان بيقدر يميز الطعام الحلو من المر من المسكر من الحامض. نفس الكلام ده الأسماك قادرة أنها برضو تحدد نوع الطعام إذا كان حلو ولا مر ولا حامض ولا مسكر. بس السمك قادر إن هو يقدر يحدد الطعام ده خارجيا وداخليا، ودي طبعا مفاجأة الناس كتير ما تعرفش المعلومة دي. أماكن التجمع البراعم التذوق دي والبراعم دي هي اللي بتساعد المخ على أنه ياخد الإشارة أن ده طعم حلو أو ده أكل مر أو ده أكل حامض أو ده أكل مثلا مسكر. بيقدر يحدد نوع الطعام ده، عبارة عن تنبيهات، عبارة عن إشارات حسية بتيجي من براعم التذوق دي بتروح للمخ، فبتدي إدراك للمخ أن نوع الأكل ده ايه، فهنا بتحصل حاسة التذوق. حاسة التذوق دي بتبقى خارجيا وداخليا عند الاسماك، وبكررها مرة او اتنين وتلاتة لانها مهمة جدا. اكتر اماكن في الاسماك خارجيا فيها براعم التذوق هي الشفايف من برة، الغلاف اللي هو في الشفايف من برة. عشان كده بتجيب سمكة يقول لك السمكة مشفشفة. يعني مشفشفة يعني انت جايبها من على الشفة من برة لانها بتتذوق خارجيا. طيب تاني حاجة، أكتر أماكن موجود فيها البراعم بعد الشفايف المنطقة الأسفل الذقن. المنطقة أسفل الذقن دي فيها أماكن لتجمع البراعم اللي هي التذوق عند الأسماك، فالأسماك بتتذوق من تحت دقنها. أيوة زي ما بقول لك كده، الأسماك تتذوق من تحت دقنها. وأماكن البراعم بتاع التذوق دي بتختلف من أسماك إلى أخرى، لكن الأسماك العظمية بيبقى في أماكن كتير جدا خارجيا موجودة على البراعم، ومن ضمن البراعم دي في أماكن معينة في الزعانف قادرة ان تقدر برضو تتذوق خارجيا عن طريق الزحرف. اماكن تواجد البراعم دي كتير جدا، والافضل ان انت تدور عليها. ممكن تقرأ مثلا في المراجع العربية، عندك كتاب اسس استزراع الاسماك، في الكتاب ده في صفحة 55 بيتكلم عن اماكن تواجد البراعم خارجية للاسماك، فممكن تقرأ فيها وتاخد معلومات اكتر. وفي مراجع اجنبية كتير جدا اتكلمت عن الموضوع دوت، يعني انت ممكن تدور على كيميكال سينسز في الاسماك وتقدر تعرف اماكن تواجد البراعم دي موجودة فين خارجيا وداخليا. لان في اسماك كتير جدا وانت بتصطاد بتستعجل تلاقي سمكه جايه من عند الغطاء الخيشومي. طب الغطاء الخيشومي ده اماكن لتواجد براعم تذوق خارجيا على الغطاء الخيشومي فعلا. طب والغطاء الخيشومي ده عشان مكان صلب ومكان وكمكان قوي جدا للسمكه، فالسمكه بتضرب بيبقى مكان الغطاء الخيشومي هو مكان للضرب او للطرد ومكان للتذوق. فموضوع ان انت تدور في موضوع البراعم التذوق خارجيا وداخليا الاسماك موضوع مهم جدا، فما تستعجبش لما تلاقي سمكه انت جايبها من تحت دقنها او جايبها من عند الغطاء الخشوم من عند راسها او موجوده من جسمها من بره تقول السمكه دي ازاي بتاكل خارجيا. تحياتي ليكم.